عندي لكم واحد الجهاز اللي هو خطير، ممكن يلقى اي حاجه بغيتيها كتقلب عليها. يكفيك توضع لهاد الهنده هذه كما كتلاحظوا، هذه هي الهنده، هذا راه الهند. كنضيفوا لها هنايا وغندير معكم واحد التجربه قدام عينيكم وانتم كتشاهدوا. عندي هنايا كما كتشاهدوا 200 درهم، هاد الفلوس هادي غنخبعها قدام عينيكم وغادي نشوف هاد الجهاز هذا واش غيمكن لي نلقى به هاد 200 درهم بهاد الجهاز هذا. باش تشاهدوا الطريقه، انا وضعت 200 درهم هنا، يكفيك تشد ورقه نقديه بحالها على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا. غادي نشد هذه الورقه النقديه، غادي نديرها في يدي، اما توضعها هنايا، اما توضعها هنا في هذا الجهاز هذا، واما الجهاز على هذه الطريقه. غادي ندير اشاره للجهاز عند قدام عينيكم وانتم غتشاهدوا هذا الجهاز هذا فين يعطيني الاشاره فين كاين هذه 200 درهم. شاهد يعني مباشرة في كاينة 200 درهم. هانتوما شاهدوا الطريقة، من بعد غنوصل 200 درهم كيفاش غدير هاد الآلة هادي. يعني هذا الجهاز راه فعال، واي واحد بغى هذا الجهاز هذا فمرحبا. شفتوا الطريقه ديال الخدمه ديالو، ملي كيلقى داك الشيء اللي كتقلب عليه كتبقى الدور، هي كتبقى الدور بسرعه، يعني كتقول لك لقيت داك الشيء اللي كتقلب عليه. هذا كل ما يخص في هذا الفيديو، ما تنساوناش الدعم ديالكم في القناه، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.